سليب فيسيولوجي، حد يقدر يعرف لي يعني ايه سليب؟ يعني ايه يعني ايه نوم؟ يعني ايه نوم؟ يعني ايه يعني ايه تدخل في النوم؟ رايح انام، يعني ايه تنام؟ ها؟ هتقول لي مثلا اغمض عيني وافقد الوعي. ايه الفرق ما بين السليب والكوما؟ صح ولا لا؟ مش الكوما برضك بتفرق ايه؟ هل انت بتحس بحاجه وانت عندك كوما؟ طيب ايه الفرق ما بين الكوما والسليب؟ ايه الفرق بينهم وبين الدف؟ هتقول لي الدف مش هتقوم منه. شاطر. اهو ركزوا يا جماعه، سليب از ا نورمال ستيت، ا فيسيولوجيكال ستيت، ركزوا. از ا فيسيولوجيكال ستيت اوف ترانزيانت لوس اوف كونشسنس، في لوس اوف كونشسنس ولكنه ترانزيانت مؤقت. ا فيسيولوجيكال ستيت اوف ترانزيانت لوس اوف كونشسنس فروم ويتش ذا بيرسون كان بي اروز باي نورمال نون هارمفول ستيمولاي. يعني ايه؟ يعني ايه فيسيولوجيكال كونديشن؟ بتفقد فيها الوعي والطبيعي ان ايه؟ مع ماينور ستيميليشن قوم يا فلان، اي نعم في انديفيدوال فاريشن. في واحد علشان يقوم يشيلوا حجر ويخبطوه على دماغه. صح؟ هيعمل زي واحد بلدياتنا بيهزر مع جاره او مع صاحبه جاب حجر كبير وخبطه على دماغه وقال له ايه؟ انا مين؟ ايه؟ بركز. انا عندي دلوقتي ايه؟ لو انا بماينور ستيميليشن، نورمال ستيميليشن صحيته من الترانزيانت لوس اوف كونشسنس يبقى دي معناها ايه؟ سليب. وضحت الصوره؟ طب النورمال سليب اورز او ديوريشن اوف سليب، يعني انت مثلا دلوقتي تلاقيك الايام العاديه خلي بالك ما بتنامش الا ساعتين، والساعتين دول يعني انت ايه؟ فانك سهران طول اليوم من ماتش لفيلم لمعرفش ايه ويجي قبل الفجر على فيها الواحد تعب قايلين. صح؟ وضحت الصوره؟ لكن بقى ساعه الامتحان في نوعيه بقى ساعه الامتحان النوم يحلى. هل ده طبيعي يا جماعه؟ لا. نورمالي كل واحد له ساعات معينة من النوم. اللي يمر من 16 ل 18 ساعة ومن رحمة ربنا في مرحلة جروث زي ما هنفهم حالا أهمية النوم إيه. الأدلت بيرسون لا بتقل من 7 ل 9 ساعات. الأولد إيتش بتقل ممكن تبقى أقل من 6 أقل من 5 ساعات وده النوم الكافي له. طيب إيه أهمية السليب؟ نركز. أنا ممكن تسأل سؤال شفت اسم وات إز ذا فانكشن أوف سليب؟ وات إز ذا إمبورتنس أوف سليب؟ أول حاجة it restores normal level of activity and balance among the different CNS neuron. يعني إيه الكلام ده؟ ده إحنا يا ظلمة خدنا محاضرة بعنوان حاجة اسمها السيناسيس وعرفنا إن المين تايب أوف سيناسيس إن CNS إز كيميكال ولا إلكتريكال؟ كيميكال. وفي صفة مميزة للكيميكال سيناس إنه ممكن يحصل فتيك. صح ولا لأ؟ شوفوا العظمة بتاعت ربنا يا جماعة. وجعلنا الليلة لناس جعلنا النهار معاش. ربنا اداك وقت تريح فيه. صح ولا لا؟ يبقى مهم. علشان ايه؟ واحد يقول لك بقى انا دكتور داخل الامتحان بقى يومين ما بنامش. طب ودي حاجه شمدانه حاجه شطاره؟ ده معناه انك خايف. لا لا ما دي بمنتهى البساطه، انت نايم طول البلوك وجاي تذاكر لي في اخر يومين، ده معناه انك خايف. صح ولا لا؟ يقول لك يا دكتور حرام عليكم يا ظلمه، ده انا سهران تاني يومين، المعلومات داخله في دماغه وفاهمها، جيت شفت الورقه اجارك الله ادور على كلمه، كلمه اكتبها ما اعرفش ايه اللي حصل. ده طبيعي، الشيطان بيضحك عليك انت وانت بتقرا المعلومه بقى في اليومين الاخر وانت ما ذاكرتش طول البلوك، تيجي تفتح صفحه مش ديت لما كانوا بيقولوا كذا، طب يعمل ايه؟ صفحه تيجي ساعه الامتحان تدور انت فاكر ايه؟ ما انتش فاكر، انا ما فاكرش ايه؟ انت ما عملتش ايه؟ زي ما تاخده ان شاء الله في الهاير برين فانكشن حاجه اسمها كونسوليديشن اوف ميموري. البرين لما انتوا بتاخدوا الساينابس كان فيه صفه مميزه، يقول لك البرين بيتعلم من ايه؟ بالريبيتيشن. صح ولا لا؟ ودايما احنا بنقولها بالفلاح عندنا التكرار بيعلم الشطار. صح ولا لا؟ لما انا اقوم اكرر بعمل ايه؟ بعمل كونسوليديشن للميموري، بثبت المعلومه. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. تاني فانكشن عندي ات مينتينز ميتابوليك كالوريك بالانس، هنفهم يعني ايه؟ ثيرمال ايكوليبريم اميون كومبتنس. لو انا فهمت ان النورمال سليب بيأثر على فانكشن اوف ذا هايبوثالامس والهايبوثالامس سنتر اوف ايموشنز سنتر اوف ريليس اوف ميني ريليزنج هرمونز، يبقى هتأفكت الميتابوليك فانكشن ولا لا؟ هتأفكت الجروث ولا لا؟ هتلاقي هتأفكت الثيرمال ريجوليشن ولا لا؟ اللي هي السنتر الموجوده في الهايبوثالامس، مهمه ولا لا؟ مهمه. It's necessary for learning and memory consolidation. ده بقول لك لسه قايل لك لو انت نمت نوم كافي طالب الشاطر ده اقول لك على حاجه. الثانويه العامه عندنا كانت ايامنا كانت سنه، ما اعرفش وصلت لايه دلوقتي، سنه واحده وعلى اساسها انت ايه؟ ربنا بيكرمك بقى تدخل ربنا ريحك.
فطول السنه الحمد لله ربنا كرمنا بنتعلم علينا صح. تيجي ليله الامتحان بعض الناس يقول لك انا اروح مثلا لفلان دوت اشوف هيذاكر ايه النادي بقى خلاص. يجي يفاجئ ان انا مثلا نايم امتى؟ من بعد صلاه العشاء على طول. ويقول لك صحينا ونقعد كده نقول لك انت دلوقتي ثانويه عامه واحد ونايم بعد العشاء. يعني الفكره ايه يا جماعه؟ ربنا مش بيقيمك على ليله الامتحان. ده انت ايه؟ سرعت طول السنه ولا مجرد يوم كده بدات تذاكر فيه صح ولا لا؟ ودايما بقول لكم دايما ثقه تامه ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. فانت ذاكرت طول السنه وتعبت، ذاكرت طول البلوك وتعبت، وقعدت على الكونسوليتيشن بالميموري، وقعدت اسال الدكتور ده، واحضر هنا، واشوف التكست بوك هنا، وادور هنا، مش محتاجه بقى ليله الامتحان، ليله الامتحان مجرد رابد ريفريشمنت، صح ولا لا؟ والطالب الشاطر اللي يحاول ليله الامتحان بالذات ينام بدري على اي يوم. نام بدري، تقوم قبل صلاه الفجر، صلي الفجر، بعد صلاه الفجر تقعد تراجع مراجعه سريعه، قرايه عابره، ما تختبرش نفسك. بعض الطلبه الخايبه يا شاطره جدا بس بتخيب في ايه؟ بيتعقد نفسها في ايه؟ ليله الامتحان هو مذاكر ومبدع بس يجي بقى ايه؟ قبل الامتحان على طول يمسك الكتاب يقول بقى لو انا كنت هعرف اكتب دي هتلاقي نفسك انت بتشكك نفسك صح ولا لا؟ وهتترعب وممكن تخاف تدخل الامتحان نفسه. اؤمن ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. لو انا قريت قرايه عابره وانا اصلا ذاكرت طول الوقت هتلاقي نفسك ساعه ما الورقه استلمتها هتلاقي ايدك بتكتب لوحدها. واضحه الصوره يا جماعه؟ ليه؟ لان عملنا زي ما اشوف حالا فيه ايه؟ كونسوليديشن للميموري اثناء السليب وهشوف ويف مسؤوله عن هذا الكونسوليديشن اللي المعلومه تثبت. يبقى ريستور ذا نورمال ليفل 5 دقائق 10 دقائق كتير يا جماعه. ريستور نورمال ليفل خلاص للفانكشن مينتين الفانكشنز دي نسيسري فور ليفل. النقطه اللي فاضله دي غايه في الاهميه ما تنسوهاش. لما اجي اتكلم على فانكشن السليب لازم اقول لو ايه؟ لو في لاك للسليب او لوصل للسليب ايه اللي يحصل؟ صح ولا لا؟ انا اعرف الفانكشن قيمتها امتى؟ لما تروح. انت اتولدت كنت مسلم صح؟ ما انتش عارف نعمل في الاسلام صح ولا ايه؟ الناس اللي مش على الفطره وعلى الاسلام بعد مده لما ربنا يكرمها بالهدايه يقول منكم لله يا مسلمين ما بتعرفوناش لله صح ولا لا؟ فدي نعمه عينيك نعمه طول ما انت كويس زي ما بقول لك ما شاء الله تدخل هنا وهنا وهنا وعينيك ما بتخضهاش شوية التهاب بسيط فعلا يا رب ابقى كويس بس وعينيا احفظ صح ولا لا؟ عشان اللي بيحصل يا جماعه فانا اعرف قيمة الحاجة لما تروح مني فانا دلوقتي لو حصل لك في سليب او سليب لوس او سليب ديبريفيشن ايه اللي يحصل؟ تتكتب مع الفانكشن في سليب هلاقي ايه؟ ايه اللي صح قاعد ليلة الامتحان تذاكر وليلتين قبلها ما نمتش فتلاقي ايه؟ تلاقي مثلا ايديك بتترعش لوحدها فما بالك بقى اما بتمسك ورقه الاجابه تيجي تكتب تلاقي مش قادر تكتب اكتبي مش راضيه تكتب صح ولا لا؟ على النقيض انت تعبان طول البلوك وطالع عينك وفكرك اتشل لكن ايدك شغاله لوحدها تلاقي نفسك مش بتفكر ايدك هي اللي بتكتب صح ولا لا؟ lack of concentration تركيزك بقى قليل اكستريم فاتيجابيليتي انت ما عملتش ريلاكسيشن للسيناسوس بتاعتك ما خليتهاش ايه تعمل التعب طول الوقت سمباثيك اوفر اكتيفيتي منطقيا الريتابيليتي هتدخلك في ايه؟ ماركت سمباثيك اوفر اكتيفيتي طب سمباثيك اوفر اكتيفيتي مش هتاثر على الجسم بتاعك كله صح ولا لا؟ ديستربت اول بادي فانكشن كل وظائف جسمك هتتلخبط هتلاقي ايه؟ امبيرد ثينكينج مش قادر تفكر سبحان الله ممكن ما تنامش كويس تفاجئ بايه؟ ركز قال لي دي غلطات قاتله يقول لك ايه؟ تقوموني من على ورقه الاجابه بالعافيه واجي اشوف الظلمه المفتريين مدين لدي مش ده بيحصل اللي حاصل ايه؟ ركز معايا انت تلاقيك طول الليل ليه ما نمتش؟ جاي لك سؤال وليكن مثلا ايه؟ على سبيل المثال منشن فايف فيتشرز اوف سلو ويف سليب فانت كان مسطول سمعتها رابد اي او قريتها رابد اي موفمنت سليب فانت كتبت حاجه بعيده عن الحاجه المطلوبه يبقى الراجل اللي بيصحح لك بالله عليك هيديك درجه على اجابه سؤال في عالم ثاني صح فده اللي بيحصل فانت في لاج للكونسنتريشن في امبيرد ثينكينج مش قادر تعمل كونسنتريشن الميموري لاكس اور لوس تلاقيك نفسك ايه يا رب انا ليله امبارح كنت حافظ الكلام ده ده انا عديتها بسرعه عشان فاكرها افتكر بس الميموري راح انت ليه انت حاولت تفهمه لانه ايه اكيوت ما عملتلوش كونسوليديشن ما حفظتوش كويس
كانت الكبك مقطوع حطيت المعلومات فيه وقع صح ولا لا؟ يبقى ميموري لاس اور لوس. يا ولد ليك في الله عايز تتفاعل. الناس بتكتب ومش فايقه وانت ايه؟ قاعد تتاوب في الايه؟ في الامتحان. اميونيتي انفيرمنت تلاقيك بتبقى الشخص اللي ما عندوش ايه؟ سليب كويس بتلاقيه عرضه للانفكشن. تريمورز ها؟ لان في اريتابيلتي وفي ستريس وسيمباثيك اوفر اكتيفيتي. سبريست جروث. الجروث مهم. وقلنا ان الهايبوثالاموس افكتد فالافكتد بيتيوتري فانكشن من ضمنها الجروث هرمون. والافكت الكورتيزول مش احنا عارفين في حاجه اسمها ستريس هرمونز من ضمنها الكورتيزول فالكورتيزول هيأفكت الايميونيتي برضه. ريسك اوف اوبيستي. واحد يقول لك بقى خلي بالك يا دكتور يعني واحد الريتابل بس مثلا اوفر اكتيفيتي يبقى عنده اوبيستي. اه في ناس يا جماعه ما بتنامش ما واحد مثلا ايه دخل في دور اكتئاب الريتابل ودخل في دور اكتئاب عنده حل الاثنين والاثنين عكس بعض يا اما ايه يمتنع عن الاكل تماما فبالتالي هيفقد الوزن يا اما يعوض التوتر بتاعه في الاكل. انا زهقان من الدكتور خالد اقوم جايب الاكل وقاعد ايه؟ قاعد ابلع صح ولا لا؟ فتلاقي الوزن يزيد ولا ما يزيدش؟ يزيد. كلام كويس. طيب ريسك اوف اوبيستي قلنا طالما في اوبيستي هيبقى في هارت ديزيز وعرضه للتايب 2 دايابيتس. يبقى لما اجي اقول الفانكشنز اوف سليب لوجيكال اقوم قايل الكلام النورمال واضيف معاهم الايه؟ سليب لوس او ديبريفيشن ممكن اتسال منشن افكت اوف سليب ديبريفيشن مثلا او منشن فانكشنز اوف سليب اظن الامور سهله قوي. طيب ركزوا معايا بقى في النقطه اللي محتاجه سهل ده انا كنت حتى في الحياه انا عايز افهم يعني ايه بقى سليب؟ ايه المراحل بتاعته؟ قال لك خلي بالك السليب بيعدي بخمس مراحل. الاربع مراحل الاولانيين بنجمعهم مع بعض ونقول عليهم سلو ويف سليب. المرحله الاخيره لوحدها كده بقول عليها الرابيد اي موفمنت سليب. يبقى الاربع مراحل الاولانيين بقول عليهم سلو ويف سليب او بقول عليها نون رابيد اي موفمنت سليب. المرحله الاخيره بقول عليها ايه؟ باروكسيزمال او رابيد اي موفمنت سليب. لوجيكالي من الاسم كده واحده سلو او نون رابيد اي موفمنت سليب واحده ايه؟ رابيد اي موفمنت سليب. يبقى لوجيكالي اثناء النوم الاربع مراحل الاولانيه في الشقه رابيد اي موفمنت صح ولا لا؟ المرحلة الأخيرة ده هي فيها رابيد اي موفمنت. طب الديوريشن؟ قال لك خلي بالك 75 في الأدلت في الأدلت بيرسون 75% من السليب تايم بيتاخد بالأربع مراحل الأولانية اللي هو بقول عليها من الرابيد اي موفمنت سليب. 25% بتبقى بالرابيد اي موفمنت سليب. طب النقطة دي كانت غاية في الأهمية جذب سي ام سي كيو. ما أنا هقول لك اصبر لسه عامل لك جدول مقارنة حالا. ركزوا معايا في النقطة اللي جاية الادلت بيرسون 75% حاجه اسمها نون رابيد اي موفمنت سليب وهنعرف صفاته حالا هنبتدي ام سي كيو كتير والرابيد اي موفمنت 25% يعني ثلاث ارباع بيبقى النون رابيد اي موفمنت او سلو موفمنت سليب الربع او ال 25% رابيد اي موفمنت سليب. العيل اللي لسه مولود فول تير ما بيبقاش الوضع كده يبقى 50% النص نون رابيد اي موفمنت سليب و 50% رابيد اي موفمنت سليب. ركزوا ممكن تسال اس كيو ويتش اوف ذا فولون جيف ريزلت وحاطط نمط ذا برسنتج اوف رابيد اي موفمنت سليب مثلا ان فول تيرم دي. طب زي ما زميلكم قال ايه الفرق بينهم التاني؟ بصوا على الصوره دي وهرجع لها تاني في الاي اي جي هتكلم عنه ولا بتكلم فيه صفات الاثنين. يبقى انا التايمز او الفيسز اوف سليب الواحد بينام بيدخل غالبا بيدخل في المرحلتين دول ودي سايكل دي اسمها سليب سايكل. انت طول الوقت اللي انت نايم فيه بتعدي بكذا سايكل مش سايكل واحده. السايكل دي الاساس ان انا الاقي نون رابيد اي موفمنت سليب. ممكن الاقي النون رابيد ممكن الاقي الرابيد اي موفمنت او ما الاقيهوش لكن الاساس ان انا الاقي سلو ويف سليب او النون رابيد اي موفمنت سليب. طب لو لقيتهم الاثنين 75% من الوقت يكون مين؟ الايه؟ السلو. 25% يبقى ايه؟ كلام كويس قوي. طيب ايه بقى الصفات ديت؟ ايه الصفات ديت؟ اول واحده عندي سلو ويف سليب او بقول عليها ايه؟ النون رابيد اي موفمنت سليب. سلو ويف سليب او النون رابيد اي موفمنت سليب لها صفات مميزه بتتحفظ تتسال ايه زي ما اقول ممكن تتسال شورت اسي يقول لك ايه؟ اوت لاين
او منشن مثلا 5 فيتشرز اوف سلو ويف سليب، اقول لك منشن مثلا او اوتلاير رابيد اي موفمنت سليب، او ممكن تتسال كومبير اند كونتراست بتوين سلو اند رابيد اي موفمنت سليب، او اللي هو ايه سلو ويف سليب اند نان اند رابيد اي موفمنت سليب. يبقى اول واحده عندي سلو ويف سليب 75% من السليب تايب لسه قايلين نو اي موفمنت اصلا لسه قايلينها، هلاقي فيه ريدكشن للكارديو فاسكولار والميتابوليك اكتيفيتي، ريلاكس داخل في السليب. الاحلام دريمز اوكي يعني ممكن يحلم بط نوت ريمبر، يعني ما تطلعش انت نفسك تقول انا قايم من النوم حاسس ان انا كنت بحلم بس مش فاكر انا كنت بحلم فين، يبقى انت معناها صحيت في المرحله دي. وضحت الصوره يا جماعه؟ ماسل تون سلايتلي انهبيتد، يعني الماسل تون بتاعتك انهبيتد بس انهبيشن بسيط على النقيض هناك في الرابيد اي موفمنت بتبقى ماركت انهبيشن. يبقى اما الاقي واحد بيمشي وهو نايم، مش في مرض يا جماعه اسمه سليب ووكينج صح ولا لا؟ السليب ووكينج دوت بتلاقيه ايه؟ وهو ماشي وهو نايم يقوم يمشي وايه؟ خلي بالك لو في حاجه ماشي قدامه بيعديه بس يقوم من النوم مش فاكر حاجه في اي حاجه. وفي جرائم بترتكب بتلاقي الواحد وهو نايم يروح يقتل حد ويرجع. بتحصل. وضحت الصوره يا جماعه؟ وهو مش عارف حاجه هو مريض. وضحت الصوره؟ كلام كويس. يبقى لو لقيت اللي هي السومنامبيوليزم زي ما هقول او سليب ووكينج يبقى بيحصل في المرحله دي ليه؟ لان في سلايت انهبيشن للماسل تون بس. بعد كده ايه؟ نو اب نورمال ماسل موفمنت. انا بتكلم على الطبيعي. البرين نوت اكتف لان ده فرق عن هناك زي ما اشوف. نو بينايل اريكشن ان ميلز اور كليتورس ان فيميل لان الاحلام اصلا مش واعي بقى قوي. يا ما بتحصلش يا اما بتحصل ولو حصلت مش فاكر حاجه. البرين ويفز قلنا ايه؟ اول ويف سيتا ريزم واحنا بنشرح ممكن تبقى موجوده في الفيرست ستيج. الستيج 2 كاركترستيك باثنين حاجتين بيتصيروا فيهم كتير بيسموه غايه في الاهميه، حاجه اسمها سليب سبيندل وحاجه اسمها اوكيشنال كي كومبلكس. بصوا على الصوره دي كده مهمه جدا الصوره ديت وهتسيء كتير يمسكوها. قال لك في السكند ستيج في السلو ويف سليب ممكن الاقي سليب سبيندل بالشكل ده لارج ويف بالشكل ده او ذا لارجست ويف اكبر ويف في الاي اي جي هتقابلها ديورنج سليب هي الكي كومبلكس. يبقى انا عندي ستيج 2 از ماركت باي ذا ابييرنس اوف سليب سبيندلز اللي هي عباره عن ويفز اوف هاي فريكونسي اند امبليتيود. وحط 1000 خط تحت الثانيه دي بقى اوكيشنال كي كومبلكس اللي هي خلي بالك عباره عن ايه؟ لارجست نورمال ويف ريكوردد ديورنج ايه؟ ديب سليب. خلاص؟ ديورنج سليب يورينج سليب لارجست ويف اكبر من الدي نفسها من الدلتا نفسها في الستيج 2 بس في الستيج 2 في السليب واجن عام. طيب ديت بتميز بايه او ايه مميزاتها او ليه هي لارج كده؟ هي بتعبر عن ان حصل سبريشن للايه؟ للكورتيكال اروز دخلت بقى في ديب سليب اهو. وبتميز انديكيشن لان بدا يحصل ايه؟ ميموري كونسوليديشن. بدا ايه؟ هيبتدي للميموري انها تتثبت يحصل كونسوليديشن لها فيكسيشن للميموري. يبقى اما نيجي نقول ستيج 2 اوف سليب سايكل از كاركترايزد مينلي باي بريزنس اوف السليب سبيندل والكي كومبلكس. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. نرجع تاني اهي. ان ستيج 3 تبقى دلتا ريزم. الماكسيمال سلوينج هيزيد في الستيج 4 لو انا رجعت للرسمه اللي قبل دي. شوف بدانا ستيج 1 كانت ثيتا بدا الفريكونسي ايه؟ يقل لكن الامبليتيود يزيد لحد ما وصلنا الى وقت الايه؟ الكي كومبليكس كبيره قوي اهي. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. طيب ندخل على الرابيد اي موفمنت سليب. دايما وانا بذاكر السلو اذاكر معاها الرابيد. الرابيد اي خلاص انا خلصت يا جماعه. الرابيد اي موفمنت سليب بلاقيها ايه؟ بتحصل ان ايبيزود يعني ممكن تحصل او ما تحصلش. بتاخد 25% بتكلم على قدر السليب تايب. بلاقي فيه رابيد اي موفمنت ماشي. الهارت ريت والبلاد بريشر والريسبيريشن ممكن يبقوا ريجولار وينكريز دي كمان مش ديكريز. اكتف ترينز اند ار ريمبر بفتكرهم. وبتحصل في انهي مرحله؟ ستيج 5 اوف سليب سايكل وبلاقيه فيه ماركت انهبيشن للماسل تون ماركت انهبيشن ولذلك الايه؟ السليب ووكينج ما يحصلش في المرحله دي. البرين از هايلي اكتف ودي السبب ان احنا سميناها بارادوكسيكال يعني غير متوقع. بارادوكسيكال سليب بلاقي فيه برين از هايلي اكتف. الاريبشن انجينيتال اورجنز ممكن يحصل لان الدريمز موجوده وفاكرها وحافظها فايه؟
البرين ويفز لايك وفول ستيت، ممكن الاقي بيتا ريزم. خلاص يا جماعه كلام كويس. لو جينا نشوف هنا بقى ايه اخر نقطه عندنا قبل الاخيره، اللي زي الواحد بقى اللي هي الثيوريز اوف سليب. كلام بسيط قوي، بسيط، واحنا قلناه اثناء الشرح. في حاجه اسمها باسيف ثيوري، احنا قلناها واحنا بنتكلم في الريتيكولار فورميشن. في سنسوري فايبرز طالعه لمين؟ للراس سيستم. انا عايز اتفرج على الماتش، فيجن، هيرنج، خلاص تروح امبلس للريتيكولار فورميشن تقول له صح صح، ما بتتفرج على الماتش مثلا. هيطلع فايبرز لمين؟ للسريبرال كورتكس، يعمل استيميليشن استيميليشن فتبقى مصحصح اروزال ستيت. امال انام امتى؟ لو حصل فتيك، حصل فتيك تقوم داخل في النوم على طول. دي اول نظريه. النظريه دي لقت في اعتراض، قالوا انت بتقول لي دلوقتي ان الاساس للسليب والاروزال ستيت هي البونتاين ريتيكولار فورميشن. طب انا لو انا عملت دامج لهذا البونتاين ريتيكولار فورميشن برضك هيبقى في سليب، يعني معناها ايه؟ معناها ان في اثر سنترز، صح ولا لا؟ فجت على الايه؟ السكند ثيوري اللي بيقول عليها اكتف ثيوري. اكتف ثيوري يعني معناها في سيرتن سليب سنترز موجوده هي المسؤوله عن السليب والاروزال ستيت. الارياز دي زي سيرتن ارياز، زي حاجه اسمها الرافي نيوكليوس في اللور بونز وفي المضله اوبلونجاتا، يعني المضله كمان مسؤوله. واذر ارياز في السنترال نيرفس سيستم، يعني في حاجه اسمها ايه؟ ارياز في الصلمس نفسها اللي هي النون سبيسيفيك سيراميك نيوكليي، دي مسؤوله عن الاروزال ستيت. يعني بمعنى اخر ان في سيرتن نيوكليي على امتداد السي ان اس مسؤوله عن الاروزال ستيت والسبيديوم. النظريه دول كلهم بيكملوا بعض يا جماعه، مفيش واحده صح وواحده غلط، كلهم بيكملوا بعض. الميتابوليك ثيوري قالت ايه؟ قالت خلي بالك برولونجد ووكفولنس، انت دلوقتي قاعد ايه؟ قاعد تاعب ملائكه الايه؟ الشمال معاك. قاعد تعمل ذنوب طول اليوم، فهم يا عيني يقولوا لك حرام عليك بقى، ريح نام، تعبنا من الكتابه، صح؟ حصل فتيك. فانت دلوقتي ايه؟ برولونجد ووكفولنس كوزز بروجريسيف اكيوميليشن اوف ميتابوليتس. اس حاجه اسمها النيورومايل بالتايب والسيروتونين، بيقولوا عليه سليب فاكتور. طب السليبنج فاكتور هو مين؟ السيروتونين، وحاجه اسمها النيورومايل بالتيب. ان ذا برين ستيت اند سي اس اف ذات وين ريتش سيرتن كونسنتريشن بروديوس سليب، لما يتكون ميتابوليت معينه تنام علشان يحصل واشنج لهذه الميتابوليت. النظريه الاخيره هي بتحاول تصلح بينهم، اللي هي بقول عليها بوزيتيف فيدباك ثيوري. البوزيتيف فيدباك بتقول ايه؟ ان في امبلسز طالعه من الريتيكولار اكتيفيتنج سنتر، في لما يكون ايه؟ السليبنج سنتر مش شغاله، الاكتيفيشن بتروح للسريبرال كورتكس، السريبرال كورتكس ينزل يعمل بوزيتيف فيدباك على الريتيكولار فورميشن يقول له صح صح، الريتيكولار فورميشن يطلع تاني امبلسز، يعني بوزيتيف فيدباك، الريتيكولار فورميشن اكتيفيت سريبرال كورتكس، دقيقتين بالظبط يا جماعه. سريبرال كورتكس يعمل اكتيفيشن للريتيكولار فورميشن بقت بوزيتيف فيدباك ميكانيزم لحد ما يحصل فتيك او السليب سنتر تصحصح. يعني النظريه الاخيره دي جمعتهم كلهم مع بعض، ممكن اتسجل شورت اي سي في يبقى اوتلاين ثيوريز اور ميكانيزم اوف سليب، بقت واضحه في حاجه اسمها باسيف ثيوري، اكتف ثيوري، ميتابوليك ثيوري، وبوزيتيف ايه؟ فيدباك ثيوري. اخر نقطه عنده كده خلصنا يا جماعه، اخر سلايد ما تقلقوش، في صورتين بس هتشوفوها كصور. خلاص؟ سليب ديسوردر. وبعدين برضك ميزه وانت بتسمع كده اديك هتحس انت النوم، حرام عليك ده احنا ليلنا يا دكتور، صح ولا لا؟ سليب ديسوردرز اول حاجه سنورنج. حد يعرف يعني ايه سنورنج؟ شاطر الله ينور عليك. شايف؟ يا عيني الست الغلبانه حاطه 100 مخده على راسها عشان ما تسمعش المزيكا اللي طالعه من مين؟ من جارنا ده، صح الكلام؟ ايه السنورنج ده بقى؟ Airway passage is partially blocked. انتوا عارفين الصفاره يا جماعه؟ المزمار ده فكرته ايه؟ بيعملوا partial obstruction. فيجي انت بتنفخ فيه فيحصل تربلنس، لخبطه للهواء حواليه فتعمل الصوت. فلو في partial في لحميه ولا حاجه وفي partial obstruction للايرواي هيحصل تربلنس للاير هناك فتزمر، تعمل لك الايه؟ السنورنج. Airway passage is partially blocked and the air from the nose or throat passes around the blocked causing the throat structure to vibrate، تهتزف تعمل لي ايه؟ هذا الصوت. تاني حاجة سليب ابنيا، يعني ما تتلاحظوش اكيد حد فينا اتعرض للموقف ده وانت نايم فجأة تقوم مش قادر تاخد نفسك. صح ولا لا؟ ترانزيانت ستوبج اوف بريسنج ديورنج سليب تايم. ممكن يكون سببه بارشيال اور كومبليت اوبستراكشن للاير واي باسج.
اكل اكله تقيله والاكله كتمت على نفسك. يحصل ايه؟ ترانزيانت ايه؟ ستورج اوف بريسنج اللي بقول عليها سليب ابنيا. انسومنيا يقول لك ديفيكالتي ان انيشيتنج اور مينتيننج سليب. زي حالات الثايروتوكسيكوزس، الناس اللي عندهم ثايروتوكسيكوزس الهايبر فانكشن الثايرويد جلاند تلاقي ايه؟ مش عارف ينام صح؟ انسومنيا. غير الميكسوديما، الميكسوديما تلاقيه هايبر سومنيا. مميزين يا جماعه، ما تشوف الحالتين دول مش هتنساهم. حاله تقول لك انا مش عارف انام، بقى لي كذا يوم مش عارف انام. دي وتلاقي الريتم ثايروتوكسيكوزس. واحد تلاقيه قاعد ينام. نايم على نفسه غصب عنه، هايبر سومنيا، ميكسوديما. ناركوليبسي الحاله بتاعتنا، ركزوا. ناركوليبسي صدر لصف ولانتري ماسيتون، اللي بيقول عليها كاتابليكسي. ممكن اسئله مش كاتابليكسي مينز، ويقول لك معناها ايه؟ هي عباره عن صدر لصف ولانتري ماسيتون. يبقى ناركوليبسي في صدر لصف ولانتري ماسيتون اللي هي كاتابليكسي ويز ايرريزيستبل ايرج تو سليب ديورنج داي تايم. هو قاعد كده ما شاء الله تلاقيه دخل في النوم على طول. ريستلس ليجز سندروم، وهو نايم كده تلاقي فيه ايه؟ انبليزنت تنجلنج اور كليني كراولنج فيلينج، احساس غريب كده تخليه مش قاعد مش نايم على بعضه. ذا ليجز ويز ان ريزيستبل ايرج تو موف، طول ما هو نايم قاعد رفض. صح الكلام؟ بتحصل يا جماعه تلاقي الايه؟ الواحد جاي يشتكي من مراته او مراته جايه تشتكي منه انه طول الليل قاعد يخبط فيه. فرصه بقى مريض بمرض مشكله عنده في النوم وبيشوف كوابيس وبيطلع اللي مش عارف يطلعه بالنهار عليه يا اخويا نايم. ضرب بقى، صح الكلام يا جماعه؟ كلام كويس. الباراسومنياز، ايه هي الباراسومنياز؟ انا عارف انكم سبتوا خلاص خلصنا يا جماعه، معلش المحاضره كبيره وتقيله وعايز افهم. الباراسومنياز عباره عن سليب ديسوردرز اسوشيتد ويز اروزل فروم نون رابيد اي موفمنت اور رابيد اي موفمنت سليب، اللي هي امراض معينه بتخليك تقوم مفزوع من النوم، او مش شرط مفزوع لسبب ما زي سبيل المثال سليب ووكينج. اتفقنا ان السليب ووكينج بيحصل فين عشان بيصير لها سليب فالرابيد اي موفمنت سليب ولا النار رابيد اي موفمنت شطار. طب ليه؟ لان في وايلد انهبيشن. يبقى سليب ووكينج او السومنامبيوليزم، كان سيب يقول لك سومنامبيوليزم مينز ويجيب لك اختيارات، يبقى هي مين سليب ووكينج. بيد ويتنج، حد يعرف البيد ويتنج؟ الله ينور عليك. انت عارفها اللي هي البيد ويتنج لما بتغلى ليه؟ ما انا بقول ما انا بقول يعني ايه اسال مجرب ولا لا والله. ركزوا يا جماعه ركزوا. يبقى البيد ويتنج او بقول عليه ايه؟ نوكتيرنال انيورسيس نايت سليب تيرورز، اللي هي ايه؟ بتصحى مفزوع وخايف، لكن خايف ايه؟ ايه مش تشعال. دي بتحصل تخليك تصحى من ايه؟ من نون رابيد اي موفمنت سليب. لكن لو انا شفت كواليس رابط وايه؟ وقمت فايق وحكيت الكواليس دي تبقى ايه؟ رابيد اي موفمنت سليب اللي بقول عليها ايه؟ نايت مير اللي هي الكوابيس. النايت ميرز اتصحيت منين؟ من الرابيد اي موفمنت سليب. تو سمرايز من كده تسال اوت لاين او منشن او ليست سليب ديسوردر، يبقى في حاجه اسمها سنورنج، سليب ابنيا، انسومنيا، ناركوليبسي، ريستلس ليجز سندروم، باراسومنيا. لو بصيت على الصور اللي قدامي بالشكل ده يا جماعه خلصنا خلاص. ادي واحد اقول ابوه علاء ولا عليه قاعد يشتغل في المكتب او في حاجه او بيذاكر فجاه طب نام دوت نايم اهوت قام وهو نايم وبيمشي وهو نايم سليب ووكينج. ديت ما شاء الله ده قاعد يلحن اهو، وديت بتحاول في ايه؟ تكتم الصوت عشان ما تسمعش حاجه. طيب هذا الايه؟ سليب ابنيا بالشكل ده، هذا الايه النورمال اير واي، وهنا في اوبستراكتيف سليب ابنيا نتيجه الاوبستراكشن، نتيجه ايه؟ اللحميه او شيء او اوبستراكشن الاير واي، الطنج رجع لورا ولا حاجه، فيعمل سليب ابنيا على سبيل المثال. تو سمرايز الكلام اللي احنا قلناه النهارده يا جماعه، دي الريفرنس بتاعتنا. تو سمرايز اتكلمنا اول حاجه فيها ايه؟ عن الالكترونكيفالوجرام، ثم اتكلمنا على الايبيليبسي، ريتيكولار فورميشن، sleep physiology and sleep abnormalities or sleep disorders. الامور واضحه يا جماعه ولا الامور صعبه؟ بالتوفيق ان شاء الله يا جماعه.